مرة خلاص تتعصب المرة عليا كده، الجاية، أول مرة تتعصب عليا المرة الجاية كده، مش حاضرة، مش أول مرة هسألك. تتعصب عليا كده. رهيم، أنا الوحيدة بتعامل معاك بطريقة كويسة، بحترمك، بعمل كل حاجة، أنا إنسانة I'm calm، أنا مش أنا هادية ومش بحب أتنرفز على إنسانة إيه؟ الناس، هادية ومش بحب أتنرفز على الناس، أنت بتتنرفز عليا مش عارفة إزاي أتعامل معاك، وأنت عارف كده، إنه في حدود، إنه بليز خلاص. طيب يعني أول حاجة أنت عارف أنا مش بحب الورد. في حد ما يحب الورد؟ أنا مش بحب الورد. يعني ورد هذا ورد؟ أنا مش صراصير يعني ورد هذا؟ ورد ريحة شمي ريحة حلوة، أنا ريحة ريحة طورية لارا، ما بحب الورد طورية، فيك تكريز إلك حق ما تحب الورد. وافي كذا مرة مش بحب. فين الخبيب؟ خلاص اجيب لك خس المرة الجاية. اوكي جيد، اوكي اسمعي شوي يا خليك مثلا هون كان فيك الطورية، ما بحب الورد ما بحب الورد ما بحب الورد ما بحب الورد، بعدك محلك طورية بفوتي محلي محلي زبزب. ما بتستوعبوا انا بفوت علي توترات بزعجني، خليني عم اتصرف بكل هدوء، اسمعوني شوي. ما بحب الورد ما بحب، قلت لك طورية، يعني طرحتي موضوع في حقك كامرأة يكون عندك شخصيتك واستقلاليتك، فهمت كيف؟ يعني ما بحب الورد يا اخي، ما بحب يا اخي ما بحب الورد، حقي ما بحب الورد، بتحب الورد العالم كله بتحب الورد، انا ما بحب الورد، بحق اني ما بحب الورد، لا بدك تحببني الورد بالقوة، شو انا يا اخي ما بدي تفرض حالك علي، خلص انت بتجنن وكل شيء بس مش لالي، حيفني ياه، ما بحب الورد ما بحب الورد، خنقني خنقني بالورد. لا اوكي اوكي اجيب لك خس. صار غير شيء جبت كيف علي، فهمت علي؟ اوكي 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 روقي روقي روقي، خلاص ما بتحبش الورد ما نحبش الورد ما نحبش الورد، فيك تستفيد من غنية اجيب لك خس. ما فيش غنية هيك عن الخضرة؟ فاكهة. ها؟ العنب العنب. شو؟ هي عارفة فاكهة أنا وبحب المانجا. الفاكهة. الفاكهة؟ آه. أجيب لك مانجا فاكهة، وشو فاكهاني أحب المانجا. إيه. إيه. شو هي؟ قل لي. فاكهاني وبحب الفاكهة وبموت في الموز والمانجا. أوكي ليك هون إجت الغنية محلها، أوكي أجيب لك مانجا فاكهاني أحب الفاكهة ما بعرف شو أحب لالالا، أوكي. شفت كيف اجت الغنية هون مثلا؟ اسمعها فضل ماشي الحال، انا عم بعطيكم مثل كيف ممكن نطور وكيف ممكن نغني الغنية بالمشهد تكون تكون من نابعة من المشهد. لها علاقة بالقصة. فهمت كيف؟ فهمتوا علي؟ يعني هون خلقت تيماتيك موضوع المرأة وحرية يكون عندها الخيار بالاشياء التافهه على الاقل الحياتيه اليوميه، انه حقي ما حب